عسلامة ومرحبا بكم معنا في شبابك الجنة. اليوم إن شاء الله مش نعمل وصفة زمنية تقليدية قديمة اللي هي العصيدة البيضة. العصيدة البيضة مش نعملها بالزعتر، يفوحها برشا ويبننها. تعرفوا في المولد نعملوا العصيدة البيضة وإلا نعملوا عصيدة زقوقو. المرة هذه حبيت نبدلكم بالعصيدة البيضة، وإن شاء الله في الفيديو الجاية نعمل لكم أنواع أخرى من العصاي. لكن قبل ما نشوفوا الطريقة والمكونات، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو نعمله جديد. وتوا يلا نبدأ. أول خطوة نبدأ بسم الله. لهنا خذيت كسرونة، حطيت فيها 100 غرام فرينة و100 غرام دقيق القمح. حطيت عليهم تقريبا نصف مغرفة ملح ونصف مغرفة صغيرة زعتر. نخلطوهم مع بعضهم المكونات الشايحين، وبعد نصبوا الماء. لهنا الماء نصبوا تقريبا، صبيت تقريبا كاس ونص ولا حاجة. المهم نتحصلوا على خليط جاري شوية باش ما تعبناش في التعصيد من بعد. زدت شوية باش ما تجيش يابسة برشا في التطيب. حركت كيكة بالفوية باش يتنحاوك الكعابر الكل، وبعد نحط نعصد. العصيدة البيضة راهي يلزمها تتعصد مليح مليح، ما كانش تقعد الفرينة ناقصة طياب، يعني يلزمها تطيب الباهي بالباهي. شوفوا كيفاش نبداو نعصدو حتى لين نشوفوها تيبس، تبدا تيبس بشوية بشوية. نقعد نحرك فيها كيكة ونعصد ونقلب باش تطيب الفرينة. منصبش فيه ساعة الماء، يلزم نقعد نعصد الكيكة، وبعد كيف نشوف ما عادش فيها هاك البيوضية، يعني نجم وقت نصب الماء ونعصد. نصب الماء ونعصد حتى لين تطرى، يعني كل مرة نصب شوية ماء ونقعد نعصد حتى يشربك الماء ذاك، وبعد نزيد شوية ماء أخرى. كما شفتوا هكا كل مرة نصب شوية ونقعد نعصد فيها. العصيدة البيضة راهي لازم تقعد وقت طويل الطيب، تقعد وقت طويل، تقعد تقريبا نص ساعة واحنا نخدمو فيها، معناها ما يلزمش دوبة ما نشوفوها يبس تنهبطوها، يلزمها تطيب مليح مليح، ما كانش تقلق، راهي فرينة ويلزمها تطيب الباهي. هكا نقعد نثردو فيها ونزيدوها الماء، مازالت يابسة هكا، مازالت يابسة. توا قريب باش تطيب، تشوفوها هكا تظهر جاري، ام هي راهي من بعد راهي كيف تبرد تيبس. لهنا حبيت نوريكم، كان شفتوها كعبرت ولا فيها شكعابر ولا حاجه، تنجموا تعملوا لها ضريباتك بالفوي حتى لين يتحلوا الكعبر الكل. توا بالنسبه ليا طابت العصيده، شوف كيفاش طابت، هبطتها. تو خذيت لهنا صحفه وحطيت فيها شويه زيت زيتون، وندورك الزيت هكا باش يمس الجناب الكل، ونصبوا العصيده وهي مازالت سخونه. نصبوها على الزيت باش ما تلصقش في الصحفه. تو ناخذ مغرفه ونبدا نحط شويه زيت من الفوق ونسمحها. لهني عندي شويه عسل، العصيده البيضة تتاكل مع العسل، وإلا اللي يحب السكر زادة، وإلا شوية دقلة، نقصه شوية دقلة ونزينه به الصحفة متاعنا، وإلا شريحة الكرموس. حسيلو كل واحد وشنو يحب، كل واحد وذوقه. ما أمي هي العصيدة البيضة تتاكل مع الحاجة تذومة، دقلة ولا كرموس وإلا زبيب، حتى زبيب زادة يجي معاها. وهذه العصيدة متاعنا، شوفوا ما شاء الله بنة ومنفعة، نودكم ومنشاهيكم. نافعة برشا العصيدة العربي، بنينة وفاوحة، وزيد الحاجات اللي تاكل معاهم صحيين زادة ونافعين. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. هذه العصيدة الساحلية احنا هكا نعملوها في الساحل، وانتوما قولوا لي في كومنتير كيفاش العصيدة انتوما تعملوها. نتلقاو ان شاء الله في فيديو قادم، الى اللقاء.